أنت كمان صاحب محتوى نقدي ساخر، أكثر تتوجه للفود بلوجرز اللي بيعتبروا حالهم، لأنه مصلحتي أنا عامل أوتل مانجمنت. نعم، يعني لما بنتقد بدي انتقد، طبعا بدي انتقد شيء أنا بفهم فيه. أنا صار عندي مشكلة مع كلمة فود بلوجر. شو يعني فود بلوجر؟ حدا يترجم لي إياها الكلمة، شو يعني فود بلوجر؟ يعني ناس عندهم دراية ومعرفة وتخصص، دراية بشو؟ حاسة الذوق عندهم غير غيرهم؟ يعني المثل بيقول البوس على ذوقك، البوس الكل على ذوقك والبوس على ذوق الناس. نعم، صحيح؟ يوم لما بيطلع واحد بيبقى هذا عنده هذا شيء عالمي محمد. أه؟ عالمي موجود، يعني الفود بلوجر موجود. هلا كل شيء موجود هو صح؟ أنت ضد أساسا يكون في فود بلوجر؟ طبعاً لسبب دكتور فود هو واحد من الدكتور فود هو بالنسبة لي أفشل إنسان مرق علي بالحياة. المصاري منا نجاح، في عالم نصبت وعنده مصاري، هذا منا نجاح بسبب أسلوبه، نجح بأسلوبه لأنه مستفز. هيدا أنا رأيك بفيديو طبعاً، أنه عنده 5 مليون متابع، فيهم 6 مليون بكرهوه، هني بيتابعوه لأنه مستفز. المشكلة بالسوشيال ميديا، أنا زلمة قدمت محتوى، شو اللي بيقول لك هالشي؟ مين بيأكد لك هالشي؟ اللي بيأكد لي هالشي المحتوى اللي عم بقدمه. أنا زلمة ابن مصلحة، لما بتجيب لي قالب مرتديلا بتحط لي عليه كريم فريش وبترجع على جنب بتعمل فاصوليا مع جبنه وبتجي بتحط لي اياهم على الطبليه وبتاكل مرتديلا مشويه، هي مرتديلا اساسا مدخنه مطبوخه، بيحطها بفرن بس ليعمل دعايه لفرن. طب هيدا ذوقه، هيدا ذوقه بالاكل، هيدا ذوقه، ما فيك تعطيه للعالم. اليوم الشيف اللبناني لما بيطلع لبرا معاشه بهز الارض لانه شيف لبناني. احنا المطبخ اللبناني عندنا جدا محترم، بس للاسف صارت تطلع عالم تتفزلك بالاكل. انا مثلا اذا انا اليوم مثل ما لما حكوا معي على الانتاج قالوا لي انه بتقول مثلا بتقول انه العالم بتجيب سيرتي لحتى تكبر. أيوة. اليوم انا ودكتور فود انا بيجيني كثير ما بتوافق، انا بتقول انه انت لما تجيب سيرتها تجيب سيرت حدا مشهور. انا ما بجيب سيرتها، انا بتحدى انسان يطلع لي فيديو فايد بالشخصي، بفوت بالشخصي. انا بنتقد محتوى، انا عندي مشكله اليوم انت اذا واحد جاي حاطط شيء مره، طبعا مره، شو مره واحده بس، شو كان عن شو كان بتقول دعاء طبوش ونانسي الامين بالتحديد. نعم. على موضوع الفود بلوجر، انه انا اليوم فوت على مطعم، صاحب المطعم حاطط 200 300 الف دولار ليفتح مطعم، عنده 40 موظف، يعني 40 عائله عايشه من ورا هذا المطعم. اذا نعم. انا جيت اكلت شيء انا ما عجبني وانا اساسا مش مميز البقلاوه من السوشي وباكل الفتوش بالخبزه، بدي اطلع اكل بمطعم واقول لهم هيدا اكله كلها زيت، مزيتي ما بتتاكل، هذا شو بس اسمه؟ انت شو عرفك انه ما بتعرف البقلاوه من السوشي؟ يعني عم تقيم اكل، انا بدي اسالها هي شو محتواها بالضبط؟ اعلاميه، مساعده الاخرين، فود بلوجر، بدي اعرف شو المحتوى كمان. انه نحن لما نتخصص بكل شيء، لما نصير بدنا نحكي بكل شيء تحت مسمى انه نحن مشاهير، يعني بالاكل بدنا نفهم، بالميك اب بدنا نفهم، بالسياسه بدنا نفهم، بي بي بي، طب ما كمان عم نعرض حالنا لتنمر ومن حقه المتنمر انه يطلع يحكي. في كثير فرق بين الانتقاد والتنمر، الانتقاد في منه هدف، التنمر انت لما بجيب اي واحد متنمر؟ انا مستحيل اتنمر. انا شي مره طلعت واحد ذو احتياجات خاصه، علي انت منتقد ولا متنمر؟ حسب الشخص، بس احيانا يعني اعطيني احيانا متنمر. ليه متنمر؟ لما بيحكي عن الميك اب وغيره بيستفزني الشيء بتنمر. تقبل حدا يتنمر عليه؟ عادي، ما عندك مشكله؟ ما عندي مشكله. ما بيجرحك؟ ما بيجرحني. ما تم التنمر عليك انت وطفل؟ تم التنمر علي وعادي اخر. بس انت بتعرف التنمر انه ممكن يوصل احيانا للانتحار او انه يؤذي الشخص؟ ما حدا بيموت ناقص عمره. في ناس كتير وصلوا لهيك. انا عم بحكي ما حدا بيموت ناقص عمره، بيكون هيك الله بده. منتهية لانه انا لما بدي، انا لما بشوف شيء بيستفزني يعني عفوا بالكلمه مثلا حنحكي مثلا استفزك وتنمرت عليه بنات المتحجبات. نعم، ماشي، المحجبات اللي هو انا ليش بدي اطلع وانت لابسه على راسك وانسانه محترمه بلبس ثياب مثيرة جنسيا وبطلع بصور فيديوهات وبشيل وبحط، واذا واحد انتقدها وطلع حكي عليها بتقومي يومتهم هلا هلا، ما انت شو بدك فيها؟ طب ما احترمي الحجاب اللي لابستيه، هاي اول شغله. طيب انا على الدكتور فود، انا كل شيء بنتقده على ما انا ما بنتقده لانه بكرهه شخص، هو ليكي هو انسان ذكي واشتغل الزلمه ونجح، ماشي؟ نعم. بس النجاح اللي وصل له مش نجاح يابا، مثل ما قبل شوي قال في ناس نصبت وصار معها مصاري، المصاري مش نجاح. وبعدين بده يفوت بالسوشيال ميديا، بده يعرف انه السوشيال ميديا محكمه.
محكمة الكل عن يعني بده يتقبل.